خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أهل السنة والجماعة في العادة أنهم لا يركزوا كثير على تراجم العلماء ما ذلك، حتى لا يعلقوا الناس بالمشايخ وما لذلك، لكن يعلق الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الميزان عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان وقال هذا الدعاء جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، هل يقدم هذا على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لأنه لو قدم هذا كأنه هو يعتقد أن هدي شيخ الإسلام أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن نقدم هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقعنا في ناقض من نواقض الإسلام. أو قدم يقول حكم أحد على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، وهذا هو الناقض، أن يعتقد أن حكم فلان من الناس أو من الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، فإذا اعتقد كفر، وإن لم يفعل في هذا الحكم، مثلا لو قال بلسانه فقط قال كفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تعيد الناقض. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرنا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء في كل العبادات، وهذا يعني رد على المتصوفة وغيرهم. نعم. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. لا يمكن أن يكون أحد حكمه مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون أكثر منه. نعم. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم، هذا إن اعتقد. نعم، وإن لم يعتقد وكان لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو من ذلك، قال هذا كفر دون كفر وفسق، وإذا اقتطع بهذه الحكومة حق امرئ مسلم فهو ظلم وعلى خطر عظيم. نعم. إذن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول، أن يعتقد أن حكم فلان من الناس والطواغيت مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني، أن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، ولكن يقدم حكم الطواغيت أو غيرهم. قال مع اعتقاد أن حكم الله هو الأصلح للعباد والبلاد وقدموا لهوى في نفسه، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن كان بهذه الحكومة يقتطع حق امرئ مسلم فهو ظلم. ونقول هذا الطريق طريق خطير وموشك أن يوقع بهذا الرجل، نسأل الله السلامة العافية، في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالث، أن يكون جاهل لا يدري، يسمع هذا الحكم من أحد الأشخاص ويظن أن هذا حكم الله، يرجع إلى تقسيم الجهل، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. الخامس، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. المحبة تكون لكل أوامر الشرع، لابد أن تحب. قال تحب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أحد أن تكون محبته مثل محبة الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا بد تحب كل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال لو أبغض شيء، وشيء يشمل قليل أو كثير، مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به يقول كفر،
نسأل الله السلامة العافية. مثاله كان يبغض الصلاة ويصلي، قال هذا كافر لأنه كره شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تعيد الخامس. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، نكتفي إلى بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية النواقض. الآن نراجع ما أخذنا في هذا اليوم. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ، أن النواقض ليست محصورة بهذا العدد. طيب ولماذا يقول نواقض الإسلام 10؟ أراد أن تضبط وتحفظ هذه النواقض لأنها هي من أعظم النواقض، نعم، أهميتها. نعم، بدأ المصنف رحمه الله، وهذا عادته في التصنيف، أن يبدأ بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتيمنا وتبركهم بالأداء بسم الله، واقتدام بعلماء السلف، وعملا بحديث وإن كان لا يصح استئناسا. نعم نعم، أراد بالناقض الأول الشرك في عبادة الله، أراد الشرك الأكبر المخرج من الملة، خرج به الشرك الأصغر، وضرب عليه قلنا أمثلة. نعم، أي نعم، لم يستوعب أنواع الشرك الأكبر، وإنما ذكر لك شيء من أنواع الشرك الأصغر كالذبح لغير الله. نعم، غيره. نعم الشيخ، أرفع صوتك. نعم، الناقض الثاني طلب القربة والشفاعة وجعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويتقرب إليهم ويظن أن هؤلاء يقربوا إلى الله زلفى. نعم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم، مراد المصنف رحمه الله بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر صاحبه مخلد خلود أبدي في النار، هذا إذا مات عليه، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. لعموم الأدلة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا. ينقسم أولا: التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. لابد من ثلاثة أشياء في التوكل: يكون صادق في اعتماده على الله، الثاني واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد، الثاني، الثالث لابد من الأخذ بالأسباب. إذن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام: الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أمور إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله في الناقض. طيب، الثاني شرك أصغر، وهو اعتماد على حي مع نوع افتقار، قلنا كالذين يعتمدون على الأمراء في الرزق وما إلى ذلك، فقال إذا كان عنده نوع افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، وقلنا لا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت يعني فوضت، ويصح تصح هذه الوكالة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في شؤونه العامة وفي شؤونه الخاصة عليه الصلاة والسلام. غيره. نعم، بيّن الشفاعة، تعريف الشفاعة لغة وشرعا وأنواع الشفاعة، وأراد بالشفاعة الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكمها شرك أكبر مخرج من الملة. نعم نعم،
أي نعم، أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قروا بتوحيد الربوبية، وكانت الخصومة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، وكانوا يلجأوا إلى هذه الأصنام وغيرها لا لأنها تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة والتبرك وغيره. نعم، وسوف يأتينا إن شاء الله هذه الأمور في كتاب التوحيد. نعم نعم الشيخ نوح. أي نعم، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا بد إن لم يجعل قال التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. نعم غيره. نعم نعم، الحكم بغير ما أنزل الله سوف يأتي معنا تفصيل هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله، لكن هنا أراد أن من قدم حكم الطواغيت أو حكم أحد من الناس واعتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب واعتقد أن حكم الله هو الأنفع والأصلح للعباد والبلاد ويجب أن يطبق، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن اقتطع بهذا الحكم حق امرئ مسلم فهو ظلم. نعم، وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم، الشرك الأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا هذا الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلد أبدي في النار، ولابد أن نعلم أنه ما يمكن أحد أشرك بالله شركا أكبر ومات عليه أن يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الكفار دخول الجنة. لكن الشرك الأصغر فيه، طيب، القول الأول أنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، يعني لا خلد في النار خلد أبدي. الثاني أنه مثله مثل الكبائر تحت المشيئة. القول الثالث وسط بين القولين، إن قليل، إن كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت، وإذا كان كثير يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة. على اعتبار يجب أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، وإحنا تقدم معنا أن عندنا صغائر وأعلى منها كبائر وأعلى منها الشرك الأصغر، إذن لا يمكن يكون الشرك الأصغر مثل الكبائر. ما هو الدليل على التفريق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ ما هو الدليل؟ نعم، الدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك، وقلنا هذا في معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلود أبدي، صحيح، ولا يكفر. وقال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أراد أن يبرهن للناس ويبين أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.